Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Sayın Muhammed Şia el-Sudani. His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdoğan, President of the Republic of Turkey and His Excellency Mr. Muhammed Şia el-Sudani, Prime Minister of the Republic of Iraq. Buyurun, buyurun. Aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Irak Başbakanı Sayın Sudani'yi ve heyetini Ankara'da murafık lehu fil asimeti Ankara. Marra okra... Bir bi huzurikum. Aqul lehum اهلا وسهلا بكم. اود ان اشكر الشعب العراقي والحكومه العراقيه مره اخرى على تضامنهم معنا في جهودنا من اجل ازاله تداعيات كارثه الزلزال. طبعا هذه الزياره هي طبعا دليل لصداقه حكومه وشعب العراق نحن الدولة والشعب معا يدا بيد وبدعم من أصدقائنا وإخواننا إن شاء الله سنضمد جراح الزلزال ونزيل آثار الكارثة في وقت قصير. خلال لقائنا مع رئيس الوزراء ناقشنا جميع جوانب علاقاتنا الثنائية وأكدنا عزمنا على العمل معا من أجل تحقيق مشروع وأيضا نحن في نفس الوقت على مشروع طريق التنمية بناء لبناء طريق وممر للنقل السكك الحديدية امتد من البصرة إلى الحدود التركية وبهذه الوسيله فان الوزراء المعنيين سيعملون في هذا الصدد مع اعلان انقره الذي قبلناه اتخذنا خطوه حاسمه تظهر رغبتنا في العمل معا لتحقيق هذا الهدف يعتبر طريق التنميه مشروعا ذا اهميه استراتيجيه عاليه ليس فقط لتركيا والعراق ولكن ايضا للمنطقه باكملها سيستفيد ملايين الأشخاص في منطقة جغرافية واسعة من أوروبا إلى الخليج من القيمة المضافة التي ستظهر من إنشاء هذا الطريق طبعا نحن نعلم أن الدول الشقيقة الأخرى مهتمة أيضا بهذا الشيء ونعم وأنه أيضا ذلك سيعزز التعاون الإقليمي ويطور تجارتنا ويقوي في نفس الوقت علاقاتنا الانسانيه في هذه المنطقه ايضا نتشارك مع اخواننا العراقيين الخطوات التي يمكن اتخاذها لزياده التجاره الثنائيه بيننا تبادلنا ايضا الافكار حول حل المشكلات التي يواجهها رجال الاعمال والمواطنين الاتراك بالاضافه الى ذلك وجدنا الفرصه لتقييم القضايا الاقليميه الحاليه في المنطقه اضاء الصحافه الاعزاء لقد اثبتت تركيا في كل مناسبه انها صديقه حقيقيه للشعب العراقي تركيا هي المدافع الاكبر عن وحده العراق السياسيه وسلامتها الاقليميه ومن وقت لاخر قد تنشا اختلافات في التفاهم بين الجيران واظهر العراق وتركيا دائما العزم في حل هذه الاختلافات في اطار حقوق الجوار اليوم نحافظ على نفس الاراده وروح الشراكه نحن دولتان تعرفان جيدا الم الارهاب ووجه الدموي ودفعنا الثمن معا نحن نعتبر ان من واجبنا محاربه الارهاب بكل اشكاله. في لقائنا مع دوله رئيس الوزراء ناقشنا بشكل اساسي حربنا ضد المنظمات الارهابيه مثل البي كا كي وداعش ومنظمه فيتو اي منظمه جولان الارهابيه. من الواضح ان هذه المنظمات تشكل خطرا على كلا البلدين. و توقعنا من الجانب العراقي وإخوتنا العراقيين الاعتراف بمنظمة الـ كي كمنظمة إرهابية وتطهير الأرض العراقية من هذه المنظمات الإرهابية الدموية واود ان اغتنم هذه الفرصه لاكرر مره اخرى اننا مستعدون لاي نوع من انواع التعاون مع العراق في مكافحه الارهاب نحن نعتبر موضوع المياه ليس صراعا بل مجال تعاون يخدم مصالحنا المشتركه نحن ندرك النقص العاجل في المياه الذي يواجه العراق ومع ذلك فان هطول الامطار في تركيا هو ايضا عند ادنى مستوى له خلال 62 عاما الماضيه. نحن نمر بفتره جفاف يزداد عمقها بسبب التغير المناخي. بالرغم من كل هذه السلبيات قررنا زياده كميه المياه المنبعثه من نهر دجله لمده شهر بالقدر الممكن. من اجل تخفيف من مشاكل العراق في هذا الصدد ومن خلال التعاون العقلاني والعلمي فقط يمكننا التغلب على قضايا المياه العابره للحدود. لدينا القدره على زياده حجم التجاره الذي حطم الرقم القياسي بما يتجاوز 24 مليار دولار العام الماضي. ولا شك انه لتحقيق هذا الهدف يجب ازاله الحواجز غير الجمركيه والقيود المفروضه على التجاره. يسعدني ان ارى اننا نتفق مع اخي السوداني بشان هذه المساله. كما يسعدني ايضا مشاركه ابناء جلدتنا التركمان في العراق في الوفد المرافق لرئيس الوزراء. وفي الختام انقل احر تحياتي الى شعب العراق الصديق والشقيق نيابه عني وعن الشعب التركي اهن جميع اخواتنا واخواتنا في العراق مع شعبنا بعيد النوروز الذي يبشر الربيع اود ان اشكر دوله رئيس الوزراء السوداني والوفد المرافق له على زيارتهم هذه أدعو الله عز وجل أن تكون استشارتنا وحلول شهر رمضان الشريف بادرة خير لبلدينا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا فخامة الرئيس الأخ العزيز السيد أردوغان على هذه الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال سعداء بأن نكون هنا معكم في هذه الزيارة الرسمية للجارة العزيزة تركيا في عاصمتها أنقرة إذ تربطنا علاقات عميقة. هذا العمق التاريخي إضافة إلى التجاور الجغرافي خلق بيننا عوامل مهمة في تأطير أواصر العلاقة وتمتينها بما ينعكس على البلدين الجارين نجدد تعازينا وتضامننا مع تركيا حكومة وشعبا زاء كارثة الزلزال نسأل الله أن يرحم الضحايا برحمتهم الواسعة ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل ونثمن الدور الكبير لكل فرق الاغاثه التي تمكنت ولله الحمد من انقاذ عشرات الالاف من المواطنين. اليوم كانت لدينا مباحثات مثمره وبناءه وحديث مسؤول وجاد مع اخي فخامه الرئيس ومن ثم الاجتماع الموسع للوفدين. ركزنا في هذه المباحثات على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافه وخاصه المجال الاقتصادي. ووضعنا اساس مفاده تعزيز التعاون مع الاشقاء والجيران في هذا المجال الاقتصادي بالشكل الذي ينعكس على مجمل العلاقات السياسيه و الاجتماعيه والامنيه بين البلدان مشروع طريق التنميه والقناه الجافه مثلما تفضل فخامه الرئيس هو مشروع ليس فقط للعراق وتركيا وانما للمنطقه والعالم هو يربط الشرق بالغرب هو الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة الطاقة التي سوف تنقل عبر هذا الممر من دول منطقة ومن العراق الذي من المؤمل خلال السنوات المقبلة إن شاء الله وفق الرؤية التي تعمل عليها الحكومة ينتقل إلى دولة مصدرة للغاز بحكم ما يمتلك من ثروة هائلة في هذا المجال هذا المشروع كان محط بحث مستمر بين العراق وتركيا على مختلف المستويات واليوم وصلنا الى هذا الاعلان مع فخامه الرئيس منه نوجه الدعوه للاشقاء دول المنطقه الى عقد اجتماع قريب ان شاء الله في بغداد نناقش بشكل تفصيلي مراحل وتفاصيل تنفيذ هذا المشروع الحيوي سوف يكون هناك خط بالسكه الحديد ينقل البضائع كمرحلة أولى 3 مليون ونصف، ومرحلة ثانية نصل إلى 7 ملايين ونصف، إضافة إلى النقل البري، إضافة إلى خطوط نقل الطاقة، إضافة إلى مكون مهم والمتمثل بميناء الفاو والمدينة الصناعية التي سوف تكون من أضخم المدن الصناعية في الشرق الأوسط. هذه المكونات في هذا المشروع الاستراتيجي بالتأكيد سوف تولد فرص عمل هائلة. للعراق ولدول المنطقه توفر فرص لكل الصناعات ورجال الاعمال وتكون مركز استقطاب للتجاره العالميه لن يقتصر التعاون بين العراق وتركيا فقط على هذا المجال هناك شركات تركيه عامله بشكل فاعل في العراق قبل اسبوع افتتحت مستشفى فخامه الرئيس في البصره ونفذ من قبل شركه تركيه لم يكن مستشفى وانما كان مدينه طبيه باحدث المواصفات والتجهيزات ومن المؤمل ان نفتتح مستشفى اخر خلال فتره قريبه ايضا بتنفيذ من نفس الشركه التركيه. لذلك العراق بكل قطاعاته الرسميه والخاصه جاد للعمل مع الشركات ورجال الاعمال الاتراك. غدا سوف اجتمع مع الشركات التركيه وخصوصا العامله في العراق. وأقف على أهم المعوقات التي تعترض العمل وودي أن أصرح اليوم بأننا وافقنا ومن خلال وزارة الداخلية على منح صلاحية للسفير العراقي في أنقرة والقنصليات العراقية في تركيا بمنح التأشيرات بشكل مباشر بدون تأخير هذه المعضلة التي كانت تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الأخوة في تركيا فيما يخص ملف المياه، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس باسم الحكومة والشعب العراقي على التجاوب المسؤول والفاعل في معالجة مشكلة شحة المياه، وتوجيهات التي صدرت بجهات المختصة، لإطلاقات المائية التي سوف تستمر لمدة شهر. نتفهم حجم المشكلة التي تعم دول المنطقة، لكني بينت لفخامة الرئيس الآثار السلبية لشحة المياه على محافظات الوسط والجنوب في العراق. هذه المشكلة سوف تبقى في إطارها الفني بعيداً عن أي استغلال. وسوف تكون هناك لجان مختصة. وأود أن أؤكد على أهمية تفعيل المركز البحثي للموارد المائية في بغداد ليكون محطة لجلوس الفنيين لتدارس هذه المشكلة وتجاوز تداعياتها. بالتأكيد المباحثات شهدت تناول للملف الأمني نرتبط مع تركيا بحدود طويلة تجاوز 300 كيلومتر وهنا أود أن أؤكد أن العراق ملتزم بعدم السماح لاستخدام أراضيه كمنطلق للاعتداء على تركيا والأمن امن المنطقه هو امن واحد لا يتجزا ومن خلال التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بالتاكيد سوف نحل هذه المشاكل الامنيه بعيدا عن استخدام العنف وبما يحافظ على امن وسياده العراق التي نحرص على تحقيقها وان لا تؤثر على علاقتنا وتوجهاتنا الكبيره والجاده لتطوير العلاقه بين العراق وتركيا هناك عوامل مشتركة وحاجة متبادلة لكل من العراق وتركيا لتعزيز التعاون في هذه المجالات والعراق جاد حكومتنا جادة في ترجمة هذه الرؤى والأفكار إلى مصادق عملية شكرا جزيلا لكم شكرا الرئيس. شكرا Evet, Basın mensubu Irak soru almıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.